يا شيخ ما حكم قول المدينة المنورة وما العلة في ذلك؟ المدينة المنورة هذا اسم حادث ما كان معروفا عند السلف، وهم يقولون إنها منورة، أنها استنارت بالدين الإسلامي، لأن الدين الإسلامي ينور البلاد. ولا أدري، قد يكون أول من وضعها يعتقد أنها نور إلى الآن، وأنها تنورت بوجود الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، ما ندري عن نيته. لكن خير من هذه التسمية أن نقول المدينة النبوية. المدينة النبوية أفضل من المدينة المنورة، أحسن يعني، وإن كان ليس بلازم أيضا، لو قلت المدينة كفى. ولهذا تجد عبارات السلف كل مثلا ذهب إلى المدينة، رجع من المدينة، سكن المدينة، والرسول يقول المدينة خير لهم، ولم يقل النورة ولا النبوية. لكن إذا كان لا بد من وصفها فإن النبوية خير من المنورة، لأن تميزها بالنبوة أخص من تميزها بالمنورة. إذ أننا إذا قلنا المنورة يعني التي استنارت بالإسلام، صار ذلك شاملا إيش؟ لكل بلد إسلامي فهو منور بالإسلام. فإذا كان لا بد أن تصفها بشيء فصفها بالنبوية.